احتجاجات كبيرة على قرار وليد النجريدي، انفعال فوز البنزرتي في لقطات والصور متعود عليها، فوز البنزرتي مع كل الأندية التي يدربها. هذا المدرب على الأسماء الفنية التونسية، خاصة لما تكون صورة منقورة على شاشة قنوات الكاس الرياضية خارج حدود الوطن. تصرفات مع الحكام، جنى فوز البنزرتي على نفسه وعلى الاتحاد الرياضي المنستيري الذي سيكون محروم في بقية دقائق المباراة من مدربه الأول، وكذلك في انتظار العقوبة من المباريات القادمة. مباريات مجموعة التتويج لن تكون سهلة، كل عنصر يكون مهم.